لقد وصلت. يا ربي دوز كل شيء لخير وبخير. سلام. البنات اللي خايفين عليا في البيت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعيني الأوفياء، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة صوفيا شانيل. كنتمنى من الله عز وجل أنه يلقاكم في أحسن الأحوال. سارة أبو جاد تجري عملية معقدة شيئا ما، نخليكم مع باقي التفاصيل لغاية تنزلها لنا سارة. كنتمنى أنها تدوز ويدوز كل شيء بخير وعلى خير. تمنوا لها الشفاء العاجل ونتمنوا لها أيضا أنها توصل لواحد نتيجة مرضية. صباح الخير، هاد الصباح ديال العملية العناية بصرا أنا مخلوبيتاش، ولكن اليوم في خلع بزاف حيت ماشي مهيئة نفسيا. يعني عرفتو أنا جيت لتركيا باش نعاود لي فاسيط، وخا عندي 10 أيام وداكشي ماشي مشكل، غير غنعاود لي فاسيط وغادي نمشي. حتى صدقت في عملية على الفك السفلي وعملية صعبة دابخي شنو قالولي، و ما كنتش مستعدة نفسيا فهمت، ولكن خاصني ما نضيعش الوقت. نورمالمون انا شحال دابا النهار الرابع باش جيت، قلت لكم البارح سنحط لكم ديكالاج ديال النهار حيت النهار قالوا لي على العمليه كنت تصدمت وتخلعت وكل شيء، وما الله ندعو معايا انا الا كان مازال ليا الوقت دابا، غير حيت جا مرايا شوفوا الا كان مازال عندي الوقت راني غادي نشرح لكم التخواضي في المشكل يعني سناني. الا كان نيشان غادي ندخل العمليه ما غاديش نقدر نهضر اليوم، ولكن انا نضل شي صوب لكم العمليه دابا تعالى. المهم يا ربي كنت كنشكي على خير، واش تا شوف الجو بلي نبان لكم انا مبرومه ساره ليكم انا لابسه هادشي كامل، تقولوا راه شوف الجو كي داير، بقى لي غير البرد. كتجيب ديك الثقافه ديال الخلعه وزيد عليها البرد صافي. قلت لك كترعدي حلال الطيب. لقد وصلت. يا ربي دوز كل شيء لخير وبخير. سلام. البنات اللي خايفين عليا في الميساج ما تخافوش، عرفتوا انا راني الحمد لله بفضل ربي انا بين ايادي امينه. هاد لاكلينيك اللي جيت عندهم من تركيا راهم رقم واحد في تركيا لمده سنتين على التوالي، يعني العام اللي فات 2021 و2022 وهما كياخذوا رتبه احسن كلينيك في تركيا، يعني كوطي خبره وداكشي ما تخافوش عليا. راه تخيلوا انا دابا ساعه وهما كيشرحوا لي ساعه غير باش يشرحوا لي شنو غادي يكون في العمليه وشنو بعد العمليه، حيت كان واحد القرار غادي يتخاد وسط العمليه قالوا ما قدوش يكونفيرميوه ليا من قبل، حيت قالوا لي خصنا ضروري حتى نشوفوا العظم ديال الفك ديالك، ما نقدوش نعطيوك شي وعد ومن بعد لقاو العظم ما قدرش يستحمل. وعد الساعه الثانيه عاد عندي العمليه، دابا ساعات غادي ندخل العمليه تمشي الخلعه شنو الخلعه اللي جاتني. من الحمد لله انا كوطي الجانب ديالهم ما خايفاش منهم الحمد لله. فميلا عرفتو خاصنا نخلعوهم، ها نتوما غادي نخلي لكم هنايا لو كونط ديال لا كلينيك سميتهم ميرا كلينيك، بغيتكم كاملين تدخلوا تصيفطوا لهم ميساجات بالعربيه، هما كيفهموا اللغه العربيه، تقولوا لهم ديروا خدمه زوينه لساره، اولا قولوا لهم تهلاو في ساره، اولا داكو ديروا شي خدمه باش يشوفوا بزاف د لاباس وجهو بقاو يقولوا ويلي شكون هادي ويا وديك تاع مي يخدموا منيتهم فهمتوا، ديك يتخلعوا يقولوا هاد السيده هادي مع هاد الجيش هذا ما خصناش نديروا معاه الغلط واش قول لهم راه مخلوعه جيبوا لها شي كاس العصير ما عطاونيش، قول لهم جيبوا لها شي حاجه تشربها تكالما راه فيها الخلعه ما تخلعوهاش وديروا لها خدمه زوينه. يلا دخلوا كاملين هو لكم البنات. هذاك السيرفيس في اي بي اللي شفتو ديال كيجي مراك الشيفور ولوتيل 5 ايطوال وداكشي راه داخل في لا بريستاسيون ديالي ديال الاسنان، يعني اي وحده فيكم جات عندهم بغات تصايب اسنانها شعرها اي حاجه من داكشي اللي كيديروا حتى العمليه التجميليه هادشي داخل عليهم لوتيل 5 ايطوال وهما كيبقاو يصيفطوا.
دابا انا غادي نمشي ندخل عند المدير ديال هاد الكلينيك، شوفوا بغيتكم تكونوا كاملين صيفطوا ميساجات باش نبقى نقول له صيفطوا ميساجات فرنسي، صافي ماشي انا اللي حرجتكم، صافي كاملين صيفطوا لهم دا ميساج، قولوا لهم